افتتح معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وبحضور عيسى الميدور رئيس هيئة الصحة بدبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي الخيرية، افتتح معرض لمحة من نور للصور الضوئية، والذي تعاونت في تنظيمه كل من الجائزة ومؤسسة نور دبي الخيرية لعلاج مرضى العيون حول العالم. ما في شك أن التجربة بحد ذاتها اللي قدموها الأخوان في نور دبي وتجربة إعطاء الفرصة لمرضى البصر حتى يصلوا إلى مرحلة الإبصار ويتجاوزوا محناتهم، هاي في حد ذاتها نعمة، وتصور هذه الصور لربما تعطينا البعد الكبير لما أنجزوه. من جهة أخرى، وضع جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير ودعم صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد كمحب للتصوير وكداعم لهذه الحركة على مستوى العالم، وجائزة الشيخ حمدان الآن تتصدر أهم الجوائز العالمية إذا لم تكن هي الأهم والأكبر. ما في شك أن الشراكة الاستراتيجية بين جائزة الشيخ حمدان ومؤسسة نور دبي شراكة تعتمد على الإبصار، وشراكة تعتمد على الرؤية، وشراكة تعتمد على إعطاء الحق في إظهار شيء جميل. ويأتي هذا التعاون بيننا وبين جائزة الشيخ حمدان بن محمد للتصوير الفوتوغرافي لتجسيد هذا العمل وهذا الإنجاز. طبعا اللي يجمع بيننا هي العين، فالعين نور دبي مؤسس مهمتها يعني مكافحة الإعاقة البصرية، وجائزة شيخ حمدان اللي هي التصوير الفوتوغرافي، فالتصوير تنقل كاميرا أو ريشة فنان، ولكن العين هي اللي توصل للإنسان اللي يراه. فهذا المعرض يحكي هذه الإنجازات اللي تنفذها نور دبي ويصورونها الأخوة في جائزة شيخ حمدان، فتعطي يعني انطباع عن ما يتم وتنقل الجانب الإنساني، تجسد الجانب الإنساني. طبعا تم جمع كثير من الأعمال هذه في هذا الكتاب اللي هو أول نسخة تقريبا، وهذا أيضا كما يقال ليس العيان كالخبر، الخبر يقال وينسى، ولكن العيان تأثيرها يبقى يعني وما تراه العين. حملت الصور الضوئية تفاصيل رحلات العلاج حول العالم التي قامت بها مؤسسة نور دبي، ولخصت قصص الألم والأمل التي كانت متجلية في عيون المرضى، ووثقت لحظة فرحتهم العارمة بإعادة البصر، تلك الفرحة التي طغت على كل ظروفهم الصعبة التي كانت حائلة دون علاجهم. جائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الدولي للتصوير الضوئي لها هدف إنساني أخذته من بعد ما اجتازت مرحلة التأسيس، وهذا البعد الإنساني يتمثل في توصيل هذه الصور الصادقة إلى المتلقين. الصور الإنسانية والصور اللي أنتم تشوفونها هنا قدامكم هذه قل ما تدخل في برامج الفوتوشوب وقل ما تدخل في برامج التعديل. ليش؟ لأنها رسالتها واضحة موجودة حية قدام المتلقي، تلقى الاتصال اللي موجود في هذه الصور أقوى من الاتصال اللي موجود في الصور الثانية. وبالتزامن مع المعرض أطلق كتاب لمحة من نور الذي يحوي على عدد من الصور والإحصائيات والبيانات الخاصة بالرحلات العلاجية التي قامت بها المؤسسة حتى تاريخه، لتكون الصورة رسالة العالم الإنسانية التي تختصر الزمن وتروي حكايات صادقة لا تقرأ إلا بالعيون.